تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ومن دلائل قدرتك وعظمتك أنك تدخل الليل في النهار فيطول الليل ويأخذ من ساعات النهار، وتدخل النهار في الليل فيطول النهار ويأخذ من ساعات الليل، وينشأ عن ذلك التنوع في فصول السنة، فتجد الليل يطول في فصل الشتاء بينما تجد النهار يطول في فصل الصيف، ويقف الخلق جميعا عاجزين عن تقديم النهار أو تأخير الليل ولو للحظة واحدة. وفي ذلك إشارة إلى حقيقة علمية أن الأرض كروية تدور حول محورها أمام الشمس، وفيه أيضا إشارة إلى حقيقة علمية وهي أن تداخل الليل والنهار يؤدي إلى اختلاف في طول الليل والنهار وفقا لفصول السنة الأربعة، وتخرج الحي من الميت الذي لا حياة فيه، كإخراج الزرع من الحب والدجاج من البيض. وهناك أيضا إخراج المؤمن من الكافر ميت القلب، فأخرج الحق سبحانه وتعالى من أبي جهل الصحابي الجليل عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، وأخرج الحق سبحانه وتعالى من المنافق عبد الله بن أبي بن سلول الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه وأرضاه، وتخرج الميت من الحي كإخراج البيض من الدجاج والحب من الزرع، وتخرج الكافر ميت القلب من المؤمن مثل كنعان ابن نوح عليه الصلاة والسلام. وهذا أعظم دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، فخلق الشيء من ضده، وترزق من تشاء من خلقك رزقا واسعا بغير حساب، فخزائن الله ملآه لا تنفذ أبدا ولا حتى تنقص، ورزق الله في الدنيا من عطاء الربوبية فهو للمؤمن والكافر، أما في الآخرة فهو للمؤمن. ورزق الله هو كل ما ينتفع به الإنسان وليس حصرا على المال، فالمال رزق، والصحة رزق، والولد البار رزق، والزوجة الصالحة رزق، والعلم رزق، وحسن الخلق رزق، فاحذر أن تغض الطرف عن كل أنواع الرزق وتقصره في رزق واحد هو رزق المال. جزاكم الله خيرا. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق